سعره معدي ال 120,000 جنيه، يعني تشتري 3 موبايلات منه بثمن شقة، أو لو اشتريت 7 موبايلات تدفع فيهم 1,000,000 جنيه كاملين. الكاميرا بتاعته بتصور الازاز وبقى فيها كمان زرار تقدر تتصور منه لايف ضد المية وضد النار، وكمان فيه امكانيات جبارة مش هتصدقها. قصة وحكاية الايفون الجديد اللي سعره معدي ال 120,000 جنيه. انا هنادي محمود وتعالوا بقى معايا نعرف الحكاية مع بعض. البداية مع الاصدار الجديد لشركة ابل من الايفون الجديد، الايفون 16 بمختلف درجاته. طب ايه بقى اللي بيميز الايفون 16 عن غيره من ال 15 نوع اللي فاتوا؟ تعالى بينا نعرف. ايفون 16 برو مصنوع من التيتانيوم من الدرجة الخامسة لضمان اقوى درجة من المتانة والملمس الناعم. ايفون 16 برو بيجي معاه 4 الوان، وداخله كمان مصنوع من الالومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100%، والبطارية بتاعته اكبر واكتر كفاءة مع حياة اقوى. سيري كمان هتساعد المستخدم من اي معلومه يحتاجها على الجهاز في حال انه نسي مكان حفظها، كمان هتعدل اي صور او حتى هتعيد تحريرها عند الطلب. ايفون 16 كمان يحتوي على ازرار جديده للتحكم في الكاميرا مغطاه بالستانلس ستيل، وكمان متناغمه مع شكل الهاتف وتتضمن خاصيات جديده للتصوير. ايفون 16 بقى يحتوي على زرار جديد للتصوير سواء بقى صور او فيديو، وده عشان يقدم فيديو له صوره نقيه جدا مرتكز على اللقطه الاساسيه مع تلاشي باقي التفاصيل. كاميرا بقى ايفون 16 هي بدقة 48 ميجا بكسل عشان تلتقط أدق التفاصيل مع اختلاف البيئات وظروف الإضاءة. الكاميرا الجديدة قادرة على التقاط مقاطع الفيديو من خلال العدسة الواسعة، وكمان الصور الذاتية مع تضمين تفاصيل الصورة بكل وضوح وأعلى دقة ممكن. كاميرا ايفون 16 تحتوي على خاصية جديدة للتخلص من الضوضاء أو أي صوت غير مرغوب فيه خلال تصوير مقاطع الفيديو للحصول على مقطع نقي بلا تشويش. خاصية أبل انتليجنس قادرة على تحرير وتعديل مقاطع الصور والفيديو في اي صوره او مقطع تم التقاطه. ايفون 16 كمان يحتوي على خاصيه طلب المساعده خلال الطوارئ والمساعده العاجله، وامكانيه كمان الرسائل النصيه عبر الاقمار الصناعيه والاماكن اللي ما فيهاش شبكه، وهتكون الخاصيه دي متوفره في البدايه في امريكا وكندا. سعر ايفون 16 799 دولار، و899 للنسخه البلس، وده سعره بالمصري عامل حوالي 55,000 جنيه. بس الازمه كلها في الجشع بعض التجار اللي ممكن يوصلوه ل 120,000 جنيه. وعندي كلمه بقى على الهامش كده للولاد اللي بيحبوا يكونوا دايما معاهم احدث اصدار من الايفون، كل حد فيكم يستاهل ايفون 16 برو ماكس، بس ما تضغطش على اهلك يشتروا لك احدث تليفون ولا اخر جهاز. لو ظروفكم فوق الريح اهلك هيكرموك، مفيش حد بيبخل على ولاده، بس خليكم لطفاء. الناس طبقات وظروف وكل واحد على قد ظروفه.